بسم الله الرحمن الرحيم، لغة فرنسية. في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى بعض الصيغ التي يأتي فيها لو فيرب ألي والتي تشكل بعض الصعوبة. إذن لو فيرب ألي بريزونت دو نومبروز ديفيكولتي، إذن فعل ألي أنه يشكل مجموعة صعوبات نوطامون خاصة باسكي لي ميلونج دو تخوا غاديكو، لأنه خالط من ثلاثة كما لو نقول أصول أو جذور. عندما نتكلم مثلا عن لو فيرب ألي أو فيتور سامبل، ماذا أقول؟ جيري تو إيغا إل إيغا، نو زيغون فو زيغي إل زيغون. في هذا الصرف مثلا وعلى طوله هناك أحرف تتغير وأخرى ثابتة، مثلا جيري تو إيغا. إذن المشترك بين هذ الصرفين هو أن إي إيغ هو الثابت، إذن هذا لو غاديكال. ثم عندنا أي مع جو، ثم أس مع تو، إذن هذه تسمى تيرمينيزون. نفس الشيء مع بقية الضمائر، أقول إل إيغا نو زيغون. إذن نلاحظ دائما هاد إي إيغ ثابتة، إذن هذه تسمى غاديكال. ثم هناك أحرف أخرى تتغير مع كل ضمير تسمى تيرمينيزون. ثم vous irez ils iront ils iront، يعني هم سيذهبون في المستقبل. vous irez يعني أنتم ستذهبون في المستقبل، إلى غير ذلك. هذا الأمر يمكن أن يطبق مع بقية الأفعال. le verbe aller طبعا هنا يختلف عن بقية الأفعال كونه يمتلك ثلاثة جذور، يعني أنه يتلون في الصرف، هذا هو المقصود به. أقول جو في في البريزون، يعني أنا أذهب. تو فا إل فا، يكون عندنا حرف في هو لوغاديكال، إذن جو في تو فا. ثم نوزالون، إذن كما نلاحظ اختفى هاد لوغاديكال، ثم ظهر غاديكال جديد اللي هو أدوزيل. نوزالون فوزالي، ثم يعود لوغاديكال الأول إل فا، يعني هم يذهبون، يعني أنه خالط من ثلاثة أصول إن صح التعبير، أو ثلاثة جذور. لكن أكثر من هذا مثلا في لو سيبجونكتيف بريزون، كما لو نتكلم عن الفعل بعد أن، في اللغة الفرنسية نسميه لو سيبجونكتيف. نتكلم هنا عن لو سيبجونكتيف بريزون، أقول مثلا كوجاي بأن أذهب. كوجاي، كما تلاحظوا بأن الفعل يعني أصبح عنده يعني غاديكال جديد اللي هو أي دوزيل. Il faut que j'aille, il faut que tu ailles, il faut qu'il aille. يجب أن يذهب مثلا. غالبا لو سيبجونكتيف يكون مع il faut، وهناك أفعال أخرى يأتي بعدها، المهم أن يكون فيه هاد أن. كو جاي بأن أذهب، كو تو آي بأن تذهب أو بأن تذهبي، كيل آي بأن يذهب، كو نو زايون بأن نذهب، كو فو زايي بأن تذهبوا، كيل زاي بأن يذهبوا. إذن كما تلاحظوا بأن لو فيرب آلي يتضمن مجموعة غاديكو، في المفرد نقول غاديكال، في الجمع نقول غاديكو. إذن كما قلنا نقول جوفي نوزالو إل زيغون، إذن كما تلاحظوا بأنه يتضمن مجموعة أصول، في الأول عندنا في، ثم عندنا أدوزيل، ثم عندنا إي إيغ، إلى بارتيا أو تخوازيام جروب، يعني أنه ينتمي بهذا إلى المجموعة الثالثة، لأنه غير منتظم، رغم أنه ينتهي بأو إيغ. عادة الأفعال التي تنتهي بأو إيغ أنها تنتمي للمجموعة الأولى، إلا هاد الفعل. في هذه الفقرة سنرى هناك حالتين. الحالة الأولى التي يكون فيها الفعل لو فيرب آلي على الشكل فا فا فازي، إذا عندما يأخذ هذا الفعل فا فا فازي، طبعا فا الأولى تأخذ إس، فا الثانية بدون اس، ثم عندنا فازي، كما لو نقول اذهب لهذا المكان او انطلق الى غير ذلك. تو فا سي لو دوزيام بيرسون دو سينغولي دو بريزون دو لانديكاتيف، اذا نتكلم عن الضمير الثاني للمفرد من المضارع، يعني نتكلم عن الحاضر، نقول تو فا اليكول، انت تذهب او انت تذهبين الى المدرسة. ثم عندنا فا بدون اس، اذا هذه سالا دوزيام بيغسون دو سينغولي ولكن دو لامبيغاتيف بريزون، إذا هي الضمير الثاني للمفرد
إذن سي لا دوزيام بيرسون دو سينغولي الضمير الثاني ولكن ليست المضارع بل هي للأمر. إذن سي لا دوزيام بيرسون دو سينغولي ولكن دو لامبيراتيف بريزون. نقول va à l'école، اذهب إلى المدرسة أو اذهبي إلى المدرسة. va à l'école، نعطي الأمر لشخص أمامنا نقول له va à l'école، اذهب إلى المدرسة. إذن كما قلنا عموما نتكلم عن لو فيرب الي، فالبريزون نقول je vais، tu vas، il va، nous allons، vous allez، ils vont. في الامبيراتيف بريزون نقول va، allons، allez. إذن كما تلاحظوا في الصرف لو بريزون عندنا tu vas، طبعا تكتب بS، أما في الامبيراتيف بريزون فعندنا va، اذهب، تكتب بدون S. طبعا نقول va، allons، allez، va، اذهب، allons، فلنذهب، allez، فلتذهبوا. طبعا في هذا الصرف ممكن أنه يعني أمورا أخرى كما سنرى. الامبيراتيف، إذا كما قلنا الامبيراتيف va ne prend jamais de S sauf quand il est suivi de Y، إلا إذا كانت متبوعة بحرف Y. نقول va à l'école، vas-y tout de suite، va à l'école، اذهب إلى المدرسة، vas-y tout de suite، اذهب لها بسرعة، va à l'école، vas-y tout de suite، إذا اذهب إلى المدرسة، اذهب لها بسرعة. إذن كما نلاحظ بأن فا الأولى لم تأخذ أس، لكن في حالة فازي طبعا فا تأخذ أس. إذن فازي est composé de deux mots. إذن كلمة فازي أن مكونة من كلمتين، لو فيرب آلي آ لامبيغاتيف، إذن طبعا رأينا هذا، إذن هذا فعل آلي فعل ذهب، آ لامبيغاتيف الأمر، إي لو برونو إيكغيك، ثم الضمير إيكغيك. طبعا هذا إيكغيك يعوض مكان ما، يعوض المكان الذي نأمر بالذهاب إليه مثلا في حالتنا هنا. cette courte expression، هذه العبارة القصيرة qui exprime l'ordre d'aller quelque part، التي تعبر عن الأمر للذهاب إلى مكان ما. هذه العبارة القصيرة التي تعبر عن الأمر للذهاب إلى مكان ما. cette courte expression qui exprime l'ordre d'aller quelque part. إذن هذه العبارة القصيرة نقول فازي، هي أولا هي عبارة قصيرة، ثم هي تعبر عن الأمر، نقول اذهب لها أو اذهب لهذا المكان. إذا المقصود أننا نعطي الأمر، هي تعبر عن الأمر، دالي كيلكو باغ، للذهاب إلى مكان ما. دالي كيلكو باغ، كيلكو باغ المقصود بها مكان ما. إذا دالي كيلكو باغ، للذهاب إلى مكان ما، أو لو سينيال بوغ ديماري إن أكسيون، أو أنها إشارة. نتكلم أيضا عن العبارة القصيرة التي هي فازي، إذن هي أيضا تستعمل أو لو سينيال بوغ ديماري إن أكسيون، أو أنها إشارة لبدء فعل ما. تقول للتلاميذ مثلا في هذا التمرين ستقومون بكذا وكذا وكذا، ثم تقول لهم فازي أو أليزي، يعني فلتبدأوا. إذن ممكن أنها تستعمل لإعطاء الانطلاق في عمل ما. إذن هذه العبارة تستعمل كإشارة لإعطاء الانطلاق في فعل ما. cette courte expression qui exprime l'ordre d'aller quelque part ou le signal pour démarrer une action، أو أنها تستعمل أيضا كإشعار من أجل بدء عمل ما. c'est écrit، إذن هذه العبارة تكتب، c'est écrit avec un S، يعني أنها تكتب بS، au mot va، مع كلمة va، et avec un trait d'union entre les deux mots، et avec un trait d'union entre les deux mots، ومع خط ربط بين الكلمتين. كما نلاحظ نقول فازي، عندنا كلمة فا ثم لو برونو إيكغيك، إذا بينهما أن تخي دونيون، إذا بينهما خط ربط. إذا هذه العبارة التي نعطي بها الأمر للذهاب إلى مكان ما أو لبدء عمل ما، هذه العبارة تكتب بأس ثم تكتب افيك أن تخي دونيون أن تخلي دومو، أنها تكتب بخط ربطين بين الكلمتين نورمالمون، يعني عادة نورمالمون عادة. لو فيرب الي كونجوغي ا لامبيغاتيف ا لا دوزيام بيرسون دو سينغولي سي اكري سون اس، سي اكري سون اس. إذا عادة كما رأينا بأن فعل الي ا لامبيغاتيف، يعني في الأمر، ا لا دوزيام بيرسون دو سينغولي مع الضمير الثاني للمفرد، سي اكري سون اس، يعني أنه يكتب بدون اس. نقول va voir par la fenêtre، va voir par la fenêtre، اذهب لترى من خلال النافذة، اذهب لترى من خلال النافذة.
نطلب من شخص أن يطل من النافذة. إذا نقول له va voir par la fenêtre. Cependant, لكن quand un verbe à l'impératif se termine par une voyelle et qu'il est suivi d'un pronom qui commence aussi par une voyelle, comme y ou bien en, il prend un s final. Cependant, quand un verbe à l'impératif se termine par une voyelle et qu'il est suivi d'un pronom qui commence aussi par une voyelle, comme y ou bien en, il prend un s final. Et dans cependant, ولكن, quand un verbe à l'impératif, عندما يكون عندنا فعلا في الامر, se termine par une voyelle, ولكن ينتهي بحرف صوتي, et qu'il est suivi d'un pronom qui commence aussi par une voyelle. إذا عندما يكون عندنا فعل في الأمر يعني أنه ينتهي بإن فويال ينتهي بصوتي في آخره ويكون هذا الفعل إكيلي سوي بدان بخونو ويكون متبوعا بضمير كي كومونسو سي با إن فويال الذي يبدأ أيضا بإن فويال بحرف صوتي كوم إيكغيك مثلا إيكغيك أو بيا أون. إذا كما نلاحظ بأن أون أنها تبتدئ إن فويال اللي هي أ. سوبوندون كونت أن فيرب الإمبيراتيف سو تيرمين با إن فويال et qu'il est suivi d'un pronom qui commence aussi par une voyelle, comme y ou bien en, il prend un s final. Et donc, on a un s final. Ce s, head s, qui ne fait pas partie de la terminaison. Il y a la tentami, li en nihayat, al-ma'houda, fassarf. Et donc, head s, la tentami, l'had la terminaison. Il y a la nihayat, al-ma'houda, fassarf. Et donc, il y a un nihayat, al-ma'houda, fassarf. Ma kun damir damir, te kun hunaka nihayat. إذا هنا هاد اس التي نضيفها لا تنتمي لهاد النهايات، المقصود أنها لا تتبع للقاعدة المعروفة، هذا هو المقصود هنا. سو اس نو في با بارتي، إذا هاد اس لا تنتمي دو لا تيرمينيزون، لا تنتمي للنهايات. إي برونسي دو لا ليزون، ثم أنها تنطق في الربط. المقصود أننا نقرأها، تنسمعوا ديك زاد. لا نقول فاي، عندنا فا افيك اس على فا. ثم عندنا Y ثم عندنا Y. إذا سنقرأ هاد S نقول فازي، هي وضعت لكي تنطق حتى يكون هاد الوقع ديال هاد النطق جيد على الأذن، لذلك وضعت هاد S. سو S ne fait pas partie de la terminaison et prononcée dans la liaison. ثم أنها تنطق في الربط. طبعا لا ليزون سواء كان T أو S أو حرف آخر أنه ينطق. Par exemple quand on prononce vas-y. مثلا عندما ننطق عبارة فازي كنت نبرونونس فازي. إذا عندما ننطق فازي كما رأينا سيت اون كونسون اوفونيك، إذا هي حرف ترخيمية، هو حرف ترخيم. الترخيم المقصود به عندما نحذف حرفا أو نضيف حرفا حتى يكون وقع الكلام على الأذن جميلا، ليس بالضرورة أنه يتبع القاعدة، يعني أنه يكون حالة خاصة من القاعدة كما نقول. غرض الترخيم بحذف حرفين أو بإضافة حرف هو أن يكون وقع الكلام على الأذن جيدا. سو اس كي نو في با بارتي دو لا تيرمينيزون اي برونونسي دون لا ليزون. باغ اكزومبل كونت اون برونونس فازي سيت اون كونسون اوفونيك، هو حرف ترخيمي كما نقول. المقصود أنه فقط مضاف من أجل أن يحقق غرض أن تنطق العبارة بشكل جيد، ومن أجل أن يكون وقعه على الأذن عندما تنطق يكون هذا الوقع جيد. C'est une consonne ophonique، c'est-à-dire qu'elle est ajoutée pour faciliter la prononciation. إذا المقصود بهذا une consonne ophonique، المقصود بها qu'elle est ajoutée بأنه يضاف pour faciliter من أجل تسهيل la prononciation، النطق. إذا طبعا نضيف هذا الحرف حتى يسهل النطق، وعندما يسهل النطق طبعا يكون وقع الجملة على الأذن جيدا. C'est une consonne ophonique، c'est-à-dire qu'elle est ajoutée pour faciliter la prononciation. L'autre union, lui, est régulier. طبعا خط الربط هو منتظم، كما نقول أنه يتبع لقاعدة. Quand un verbe à l'impératif est suivi d'un pronom qui est son objet, les deux mots sont reliés par un trait d'union. L'autre union, lui, إذا نتكلم عن خط الربط هو irrégulier أنه منتظم، كما نقول أنه يخضع لقاعدة. Quand un verbe à l'impératif est suivi d'un pronom qui est son objet، إذا عندما يكون عندنا فعل في الأمر est suivi أنه متبوع d'un pronom متبوع بضمير qui est son objet الذي يعتبر هدفه، المقصود أنه يتبع لهذا الفعل.
إذا نتحدث هنا عن هذا الضمير أنه هدف هذا الفعل، يعني أن هذا الضمير يتبع لهذا الفعل، يسمى بأنه سون أوبجي. إذا سون أوبجي بأنه هدفه. كونت أن فيرب الإمبيراتيف سويفي دان برونو كي سون أوبجي، عندما يكون عندنا فعل الإمبيراتيف الأمر إي سويفي دان برونو كي سون أوبجي، يعني أنه متبوع بضمير والذي يعتبر هدفه. لدومو أن الكلمتين سون غولي باغ أن تخيدينيون، يكونان مربوطان بخط ربطين. Quand un verbe à l'impératif est suivi d'un pronom qui est son objet, les deux mots sont reliés par un trait d'union. عندما يكون عندنا فعل فالأمر ويكون متبوع بضمير كي سون أوبجي، وهذا الضمير يكون هدف هذا الفعل، المقصود أنه يكون تابع لهذا الفعل. هذا الفعل يستهدف هذا الضمير. إذا نتكلم عن هذا الضمير بأنه هدفه. Les deux mots sont reliés par un trait d'union. نقول مثلا prenons. Prenons. كما نقول خذ منه. خذ منه. Regarde-le, انظره, retrouvons-le, فلنجد أنفسنا. إذن كنلاحظ بأن هاد أون هو تابع لهاد بخون. ثم عندنا هاد لو تابعة لي روغارد اللي هو في الأمر. ثم retrouvons-le. إذن عندنا هاد نو تابعة لهاد retrouver اللي هو في الأمر. retrouvons-le. فلنجد نحن. إذا المقصود فلنجد أنفسنا. ثم عندنا فازي. ثم عندنا فازي. Ce S est ajouté pour des raisons ophoniques. إذا هاد S أن تضاف من أجل غرض أوفونيك، يعني ترخيمي. أن تضاف من أجل تسهيل النطقي. On le retrouve dans pense-y. نجدها في عبارة pense-y. كما نقول فكر فيه. Dans où vas-tu؟ Où vas-tu؟ ثم في عبارة où vas-tu؟ أين أنت ذاهب؟ Et vas-y. Le pronom sujet tu et le pronom complément y. Placé après le verbe sont liés à lui par un trait d'union. إذن في عبارة أو vas-tu أين أنت ذاهب؟ طبعا هذا va يتعلق بتي. ثم vas-y طبعا هذا va أيضا تتعلق بت إيغاك. إذن أو vas-tu تلاحظ بأن va وتي بينهما علاقة. ثم vas-y اذهب له، اذهب لهذا المكان مثلا. إذن هذا إيغاك و va بينهما علاقة. إذا في هذه الحالة عندنا تي ثم إيغاك أن توضع بعد الفعل وتربط بهاد لو تخي دينيون. إذا لو برونون سوجي تي، إذا عندنا الضمير الفاعل يعني هو الذي يقوم بالفعل، أو فاتي أنت الذي تذهب. إذا عندنا تي هو الذي يقوم بالفعل، إي فازي. إذا عندنا لو برونون كومبليمون كما لو نقول أنه ضمير مكمل. إذا عندنا فازي، إذا عندنا هاد إيغاك كما لو نقول أنه ضمير مكمل. إذا إي لو برونون كومبليمون إيغاك placé après le verbe. نتكلم عن تي ثم إيغاك placé après le verbe، يعني أنهما موضوعان بعد الفعل، sont liés، هما مربوطين à lui، إذن فهما مربوطين به par un trait d'union، بخط الربط. remarque، يعني ملاحظة، il n'y a pas de S ni de trait d'union dans les expressions va y faire un tour va y jeter un coup d'œil. ليس هناك اس في العبارات مثل ريفير ان تور، اذهب لتقوم فيه بجوله مثلا، المقصود اذهب لتلقي عليه نظره. اذا ممكن انه يعني هذا هنا ريفير ان تور، كما نقول اذهب لتفعل به جوله، لتفعل هناك جوله. ثم في عبارات في جوتي ان كودوي، فا اي جوتي ان كودوي، اذهب لتلقي فيه بنظره. في جوتي ان كودوي، اذهب لتلقي فيه او عليه نظره. اذا عندنا فاي، لماذا لم نضع هنا ان تري دينيون؟ السبب بسيط، وهو ان هاد ايغريك لا تعود على هاد فا، هاد ايغريك تعود على جوتي، وهاد ايغريك الاولى تعود على فير، فاي فير، فا اذهب اي فير لتفعل فيه. ما عندناش انا فازي اذهب له، هاد له يعود على هاد فا، لا، هنا عندنا فا هاد فا وحدها، ثم اي فير لتفعل فيه ان تور لتفعل فيه جولة. ثم عندنا في الحالة الثانية فا لوحدها، ثم عندنا اي جوتي ان كودوي لتلقي فيه او عليه ان كودوي يعني نظرة. اذا السي ايغاك اي كومبليمون دو فيرب الانفينيتيف. اذا عندنا هنا ايغاك اي كومبليمون كما نقول انا متمم او مفعول بان صح التعبير. دي فيرب الانفينيتيف للفعل غير مصرف. طبعا نتكلم عن
نتكلم عن فاغ ثم نتكلم عن جدي، كما نلاحظ بأنهما غير مصرفين. كيلو سوي الذي يتبعه، طبعا نتكلم عن الفعلين الغير مصرفين اللذان يتبعان هذا إيكاك، والمقصود بهما فاغ إيجوتي إنون دوفا، المقصود أنهما لا يتبعان الهدف بل يتبعان الهد فاغ إيجوتي. في الفقرة القادمة سنكمل مع فانتون، إذا سنرى هذه الصيغة في الحالة الثانية الخاصة بهذا الفعل اللي هو لو فيرب ألي. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.